ما القول في مصاحبة العالم حيث إن بعض الطلبة يستحون من شدة القرب من العالم مخافة أن يزعجوه، وبعضهم يلازمونه مخافة أن تضيع الفائدة، ويستدلون بفعل ابن حبان مع ابن خزيمة حتى قال له: إليك عني يا بارد، فأثبتها في كتابه ولم يبتعد عنه. جعلها يعني من قبلها راح كاتبها في كتابه إن شيخه قال له: إليك عني يا بارد. هذه المسائل مسائل أحوال. ومما لا شك أن القرب من العالم غنيمة، فإياك أن تنفلت منك هذه الغنيمة قبل أن تفقدها ثم تبكي عندها، ولكن هيهات ثم هيهات.